السلام عليكم. وأجوبة وقت مباراة المنتخب المصري ومنتخب غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. والقنوات الناقلة للمباراة يحتل المنتخب المصري المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 9 نقاط، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وتستقبل غينيا بيساو ومصر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 12 يونيو 2024 على ملعب 24 سبتمبر ببيساو في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة ون تايم سبورت المصرية.